بختام اسبوعنا ابراجنا وحظوظنا وشو مخبين الفلك لليوم وبكره، نجلة قباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباحك خير يا مدام، يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير ان شاء الله، ايامكم دائما سعيده، دائما تضلوا بخير، مبسوطين ومرتاحين والاحلام تتحقق يا رب العالمين. اليوم 12 اذار، يعني 12/3، تمنياتي للجميع بالسعادة. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد متقدما في برج الدلو، 3 كواكب في الجدي اللي هن المريخ، المشتري، زحل، 3 في برج الجدي، والزهرة ما زالت في برج الثور. أول أخباري لمولود برج الحمل، اليوم أفضل كتير من اليومين 3 الماضوا، على الأقل فيه محبة، غفران، فيه فرص إيجابية، فيه مدح لألك، الناس حواليك اليوم هيك عم تعطيك فرص، أنت أمورك مبشرة، عندك وجهات نظر إيجابية. السنة بالأصل هالثلاث أربع شهور القادمة رح تكون إيجابية بالنسبة لك على مستوى الأمور العاطفية والشخصية، بس هي هاي الفترات لسمعة طيبة. مولود برج الثور، أنت اللي مرتاح ومن مبارح أمورك ليست في أفضل حالاتها. ما بعرف إذا القصص بالنسبة لك لها علاقة بتأجيل، تأخير، نزاع محتمل مع الآخرين. هلأ دبلوماسيتك أكيد هي اللي رح تجنبك أغلب المشاكل. في حواليك اليوم أوضاع قد تتأزم، سواء كنت عصبي أو عنيد أو ضايق خلقك أو نازل فينا أفأفة، يعني اليوم حاول تغفر لنا أخطائنا، بتصير أخطاء يعني بالنتيجة. مولود برج الجوزاء، اليوم الأمور العلاقة بمجهود ضائع، هيك إحساسه مولود برج الجوزاء، إنه كل شيء عم يبذله بالجهود ليس في مكانه المناسب، ما عم يتقدر، يمكن مزاجه شوي رديء، ما كثير مرتاح، يمكن يشعر إنه مركز اهتمام من الآخرين. اليوم شغله كتير، أموره الصحية ما كتير تمام، مع إنه إذا ملاحظ ما في شيء أساسي، بس بالغالب عم تحصد نجاح والأمور بالنسبة لك ضمن إطار الجيد، بس مثل كأنه حدا فاقد للطاقة، ما كتير إله خلق. عكس مولود برج السرطان اللي اليوم عنده بقى طاقة توزع على كل الأبراج، فايق بكير وعنده نشاط، كأنه تحرر من قيود مثلاً، أو بلش يحس أنه هو أكثر ارتياحاً، عم بيدرس، عم بيقرر، عم بيخطط، عم بيناقش، والحظوظ مرافقة الحياة وسعيدة بالنسبة لك، ووارد يكون في حوار أو تفاهم مع الآخرين. ما كتير مرتاح مولود برج الأسد اليوم، وارد تكون كلمة اليوم مصدر قلق أو قصة هيك شوي تضايقك، يمكن حتى نوع من أنواع النقاشات الغير مجدية، وغالباً العلاقات الحميمة اليوم هي مصدر المضايقات، يعني الناس القراب منك، بقى الناس القراب منك سواء زوج زوجة، أولاد، ممكن يكون أهل، ممكن يكون زملاء قراب، هدول عاملين لك بعض المضايقات، يعني أنا بقول اليوم حاول تضبط أعصابك قدر المستطاع. أصدقاء جدد عم يبعثوا بحياتك التجدد مولود برج العذراء، يوم لأهلك، لعيلتك، هن مصدر الاهتمام أو الناس اللي بتحبهم، أو رغبات قد تحقق، أو أمور مبشرة، اتصالات سهلة. هلا أنا بعتبر اليوم يوم جيد لمولود برج العذراء، أنت تستفيد ممن حولك والأمور فيها حظوظ. مولود برج الميزان، الأمور بالنسبة لك جيدة، رغم أنه هاي الفترات للصرف الإضافي عن أشياء ما أنا خاطرت لك، ما حاسب حسابها، ما كاتب على ورقة، هي نوع من أنواع الأعطال، ممكن هي قصص العلاقة بتدني موارد مالية، مع أنه أنا بشوف أنه ما في، يعني الأمور المالية ما أنا سيئة بهي الفترات، بس يعني كمان بالنتيجة أغلب مشاكلنا ما رح تنحل إلا إذا خففنا من مصروفنا. فإن بكير ونشيط مولود برج العقرب اليوم مبتسم وأميل للرفاهية أو أميل للطف اللي جواتك إنك تطلعه اليوم للآخرين، عم تحكي، عم تعبر عن ألمك، عن إزعاجك، عم تشرح وجهة نظرك بشكل صائب، عم تشوف أناس يسعدك رؤياهم، مبادر إيجابي، عندك يمكن مصالحات أو عم ترضي الناس اللي حواليك. بالمجمل حواليك أصدقاء، محبين أو زملاء أو أهل. مولود برج القوس، اليوم الأمور بالنسبة له العلاقة ببعض المتاعب. هلأ يمكن بهذا الطقس هو مكسل، ضايق خلقه، عنده نوع من أنواع الإزعاجات، عم تشعر يمكن أنك مستغل، مثلاً في حدا عم يستغلك، عم يستغل طيبتك، مالك، يعني اليوم عم تقدم كأنه كثير تنازلات لمن حولك، في بعض تبديل بالمواقف، ممكن يكون في أفعال وأقوال مانا كثير مريحة اليوم لمولود القوس.
مولود برج الجدي اليوم اجتماعي بامتياز، استقبل ودع، عم يفتح أبوابه العاطفية لتعارف، لصداقات، لعلاقات، عم بيبادر إنه يعمل شيء جديد، يمكن يسافر، يمكن يتعرف على غرباء، غالباً في مناسبات، وغالباً أنت تحسن التأثير على محيطك. مولود برج الدلو اليوم الأمور بالنسبة لك هي الأكثر تعباً، حاول تتحدى المشاكل، ما تصطدم بمن حولك، لأنه أنت هاي الفترات عندك حساسية مفرطة، الأشياء اللي حواليك ما كثير عم تعجبك، وجود الزهرة في الثور عم بيخليك تتعرض لبعض النقد أو الاتهامات اللي عم تحس حالك انظلمت فيها، أو عندك إحساس إنه في حدا عم بيمثل لك كرامتك مثلا. هلا أنا بقول إنه أنت زايدة حساسيتك على كل الأحوال، في أشياء بالحالات الطبيعية بتمرق، نحن بنمرقها وبلطف وبنضحك، وهالمرة يعني هاي الفترات أنت ما عم تقدر تمرق شيء، عندك بعض الاستفزازات، ما عم أقول لا، بس يعني بالنتيجة عنادنا أو عصبيتنا ما رح تحل لنا المشكلة. والله والله مولود برج الحوت الأمور بالنسبة لك العلاقة بعراقيل صغيرة تتجاوزها، رغم أنه أنا برأيي ما في قبل 16 يعني نوع من أنواع التغييرات، بس بالمجمل مبلش بهذا الشهر تفتح طريق إيجابي بالنسبة لك، قد تتلقى وعود، قد تتلقى اعتذارات تقبلها، أو أمور عائلية ممكن تلاقي لها حلول. بالمجمل مولود برج الحوت عم تزداد شعبيته بهاليومين، صاحب أفكار جذابة، مولود 12 كل عام وانتم بخير، آراء مبدعة، ناجح بالعمل الفني، ناجح إذا التقى بحدا يطلع فيه هاي المواهب الداخلية، لأنه هو من الأشخاص اللي شوي هيك بيبقى خجول، ميال للعزلة، ما كتير مبادر، بس كل أجواء الفن تنعشه وبتعمله هيك مثل الزهرة المفتحة. بالمجمل صاحب مزاج خاص، عالم خاص، مثل ما قلنا هو أميل للعزلة، ولو أنه مو طول العمر يعني، بالعكس أصدقائه الحميمين يعني قصة كتير مهمة بحياته، بحب يخطط، يدقق قبل ما ياخذ قرارات. عموما انسان يعشق السلام، ما كثير ميال للشجارات. بالمجمل سنه لقله سنه سعيد مع افراد العائله، غالبا في شيء شاغلك عائليا، خاصه هلا بين الرابع والثامن في عندك مشاغل عائليه، يمكن بيبي جديد، يمكن قصه دراسيه لاحد الاولاد، يمكن ارتباط او زواج. والحقيقه لازم كل مواليد برج الحوت ينتبهوا انه كمان وارد السنة يكون في نوع من أنواع الانفصال لا سمح الله، فلذلك لازم تخففوا حساسيات، حاولوا ما تاخذوا قراراتكم بتسرع على كل الأحوال. هلا أنا بقول الأمور العملية بالمجمل أفضل بهي الفترات من العاطفة، لأنه فيها نوع من أنواع التغييرات باتجاه الأفضل إلى جانب المال. إن شاء الله الأيام سعيدة للجميع، وتضلوا دائما بخير، وأكيد رسائلكم على 1845 من أي موبايل داخل سوريا. بلشي من عندك. بلش من عندي، شكرتي لك نجلة لأنه طلعت علي نجلة شافتني حاملة الآيباد قالت لي تفضلي. معنا مشاركة من أحمد ابن ناهية مواليد 10/9/97، حابب يعرف عن كل شيء. يعني أنا برأيي أحمد ما رح يتغير شيء بوضعك قبل الثامن، من هون للثامن رح يجي أشهر جيدة أشهر سيئة، لكنها ليست للتغيير. يعني أنا ما بظن قبل آب يكون في تغيير بحياتك، مع أنه في عندك بقى بعد آب، يعني من آب إلى خليني أقول العاشر، هون عندك شهرين ثلاثة بياخذوا العقل، وغالباً هن التغييرات بامتياز. بالمجمل السنة القادمة أنا بعتبر أفضل حظاً من هذا العام. تمام، رح ناخذ أيضاً حسان معلوجين خطيبين، حسان مواليد 9 حزيران 87، لوجين 24/7/98. إحدى العلاقات الأفضل لو مع عصبيتها واستعجالها، بس أنا بيخطر لي إنه أنت بتقدر انه هي هيك حدا عفوي ومستعجل ومتسرع، فما كثير بتاخذها على محمل الجد. يعني حتى لو عصبت وقالت لك تعال نترك، او مثلا شفتها مثلا غارت من قصه، انت محتال وبتدبر حالك وما بخاف عليك. بالمجمل علاقه جيده، ما علاقه سيئه. هلا فيها جزء من صدامات سبب التشابه على كل احمد اكثر ما يكون سبب عدم التوافق، يعني احيانا حتى التشابه بيعمل نوع من انواع الصدامات، بس انا بعتبر السنه سنه جيده فيها حظوظ مساعده. نور بنت فريده، يعني اذا عم نسال دراسيا نور في حظوظ مساعده، بس نور انت حدا بيقعد على الدراسه ساعتين، الانجاز اللي بتطلعي فيه هي تبع اللي غيرك بينجزه 10 دقائق، تركيزك كثير قليل على الامور الدراسيه يا نور، كثير تركيزك قليل،
لذلك انا بقول هلا اذا كان عندك بكالوريا لانه هيك مواليدك كانه فيفترض انك كثير تركزي، القصه ما انا مزحه وما في حدا حبيبتي بينجح بالحظ عموما. شيماء مواليدها 99، سنه حظك على الصعيد العاطفي والشخصي يا شيماء، انا بعتبر انه في حظوظ مساعده جدا، هي مشكلتك هذا العام بجزء منها صحي. هلا انت صغيره ما مو ضروره لك، ممكن لاحد الناس اللي حواليكي، بس بالمجمل تغييراتك غالبا عاطفيه او شخصيه. هنادي 96 عم تسالني مع زوجها احمد 90. هنادي انا مجاوبتك قبل هالمره حبيبتي، بس انت ما كثير حبيتي جوابي اللي انا بالاصل مضطره اعيده، انه انت بالاصل مانك بالعلاقه الافضل. هي العلاقه اللي بدها تنازلات طول العمر وتخففي نق وسق ونكد. هاي القصه ما بتعرفي والله لازم هذول يعني ما بيمشي حالهم، نزبط ممكن نستغني عن وحده بس كلهم مع بعضهم نجله صعبه كثير. والله صعبه. معنا مشاركه من منى بنت تقلا مواليد 6/10/57، حابه تعرف عن الوضع بشكل عام. هلا انا بس بدي نبهك صحيا، بدي نبهك صحيا وبشكل جدي، السنه يعني اصلا سنه للتعب الصحي، ما انا سنه مريحه، وهالشهرين بالذات يعني كان في جزء من تعب صحي، المشكله حتبلشي من السابع لاخر السنه، المشكله عمرك يعني يستدعي انه انا نبهك صحيا، ففعليا انتبهي على الصعيد الصحي، امورك لا تعتبر كثير كثير الافضل. هلا ان شاء الله الصحه والرزقه والخير للجميع يا رب العالمين، يسعد صباحكم وتضلوا دائما مبسوطين وتضلي دائما بخير يا نجلة. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك يا